ولو بصيت مكان الإمضة هتلاقي اسم والدة سالة الله يرحمها، بتخلي مسؤولية سالم بيه الجرحي ومنشأته عن قتل بنتها الله يرحمها. يعني لو نزلت أي اتهام متهور لشخص سالم بيه الجرحي هتلاقي صورة من الورقة دي في جميع الجرايد والمواقع الإلكترونية. مش بس كده، ده أنا هطالبكم بتعويض يمكن ما تقدروش عليه، وهقفل لكم الجريدة والموقع كمان. كمل يا ابني. الجو تحفة النهاردة. أهلاً يا فندم. شكلك صاحي من بدري ولا ما نمتش من امبارح؟ مش متعود أنام في البحر سعادتك. أمال متعود تنام فين؟ نعم. مالك اتلخبطت وتخضيت كده؟ قولي. أموريني. نمت مع ريهام ولا لسه؟ أنت مستغرب علشان السؤال ولا علشان أنا نشنت صح؟ قولي ما تخافش، مش هقوله. مدام ريهام ست شريفة مش زي ناس. شريفة؟ ضحكتني. لا ولسه هتضحك أكتر لما تعرفي التقيلة. أنا كمان محترم. طبعاً، ما هو لازم تكون محترم زيها. هو في واحد محترم يا أستاذ بيعمل علاقة مع واحدة متجوزة، قصدي شريفة. مش لما تبقى حقيقة مش تهيؤات في دماغ تعبانة. تفتكر اللي يقرأ المكتوب يغلب في الموجود فعلا؟ ولا انت عشان بتحبها مش طايق عليها كلمة؟ وانا ياخد معاكي في اعراض واحدة شريفة مخلصة لجوزها اللي انت خدتيه منها، يا اما ابقى على علاقة بيها وبحبها. والله معاك حق، اصلي نسيت ان ريهام ملك بجناحين. على فكرة انا مش مكتوب على صدري توكيل ريهام هانم، ولا انا من بقية اهلها، ولو محتارة فيها قوي كده يعني اسألي الراجل اللي جاي في ظهري ده في ساعة صفا عنها، وهو أكيد هينهار قصاد الأنوثة اللي بتفض قصادي دي. وما طلبتش من سالم بيه يعلمك ليه؟ أعلمه إيه بالظبط؟ الصيد. أصلي أول مرة بشوف راجل في الغردقة ملوش في الصيد. أصله مستجد، بكرة يتعلم. أنتي فطرتي ولا لسه؟ معقولة يا بيبي؟ معقولة أفطر في يوم زي ده ولوحدي؟ طبعاً لأ. تفطر؟ لا سبقتكم. تحب اديهم امر معليك يحضروا الفطار؟ وخليهم ينزلوا لي تحت في الكبيره. امر معليك يا فندم. ما كنا اكلنا في الشمس الحلوه دي يا بيبي، ولا انت ناوي تحلي بعد الاكل؟ بالظبط كده، اصلي ما بحبش حد يبص لي في الاكل بتاعي وانا باكل. تسلمي يا مهجة الفؤاد، انجز عشان في كلمتين بيزنس مع المعلم. حاضر، لو عوزت حاجة كح بس. هيحصل. ماليش لزوم لده كله يا معلم أبو العز. يعني أنت بتجيلنا كل يوم يا معلم؟ خاتو عزيزة والله. اتفضل. تسلم إيديك. ها، إيه الأخبار؟ الأخبار تمام التمام. الفلوس كلها جاهزة، وأول ما توصل البضاعة بالسلامة هننجز المصلحة. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك، هم ونزاح. اه، ايه رايك يا ست الكل؟ وعدت ووفيت. الف شكر يا متر. طيب عايزين اي خدمه تاني؟ لا كتر خيرك، اتفضل، بقيت اتعبك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ايه ده؟ ايه في ايه؟ الشيك باسم سيد. ما هو ده كان اتفقنا زي الدفعه الاولى بالظبط. طب انا هلاقي سيد فين؟ ده من امبارح تليفونه مقفول. خلاص، تحب اخلي الشيك معايا لغايه ما سيد يظهر؟ لا لا لا، خلي معايا اضمن، انا هلاقيه اسرع. ايه في ايه تاني يا متر؟ هي خدمه رفيعه، لو امكن توصلوني بس محطه السوبر جيت، ناوي اروح مصر النهارده. واخد 375,000 جنيه وعايزنا نوصلك. الرحمه. عشان كده يا نجم، ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. خلاص يا باسم، اتفضل يا متر. ربنا يخليكي. اه إيه؟ انا افتكرت هقعد قدام، معلش. طب ما توصلونا مصر اسرع. بلاش بلاش. بيتهيألي ده اقصر هانيمون في التاريخ. ما انتي عارفه بقى سيد، وصل مدام ما وحصلني. حاضر يا فندم. هستنى تليفونك. اكيد. باي. ايه؟ مفيش حمد لله على السلامة؟ حمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما تنساش تلحق تبلغ السنيورة بتاعتك ان جوزها اتجوز عليها. ها؟ يبلغها جوزها، تبلغيها انت. اظن اللي تاخد واحدة من جوزها مش هتغلب توصل لها انها عملت كده. بقول لك ايه؟ مش خايف انقل الكلام اللي انت بتقوله ده لسالم بيه؟ يقوم يقطع عيشك أو